دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية. امبارح كمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لمتابعة موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسة المجلس السابقة. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية. وخلال الاجتماع أوضح الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه هيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون، مشيرا إلى أنه هيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، وده سعيا لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي إلى جانب حصر الشركات والمصانع المصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها. مع تعريف المصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع وإصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تابع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسة المجلس السابقة فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى، ده إلى جانب الموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي بعدد من المحافظات، وأخيراً الموضوعات المتعلقة بإعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وأيضاً موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف تسليم أراضي المرحلة الأولى لمدينة رأس الحكمة وأيضاً موقف حصر قطع الأراضي والمنازل والمباني والمغروسات في مدينة رأس الحكمة، فضلاً عما تم صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي تطرق الاجتماع للموقف الخاص بتنفيذ الشبكات الرئيسية وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة بمنطقة شمس الحكمة، واللي بيتضمن مناطق سكنية وخدمية وأنشطة تجارية واستثمارية ومناطق مفتوحة، وكذلك موقف تخصيص الأرض لتنفيذ مشروع إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي تليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم في أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية لمحافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.